السلام عليكم، اتفضل. لا بارك الله فيك يا سيدي. ما فيك، اتفضل. بالنسبة في صلاة الجمعة، هل من السنة قراءة سورة الأعلى والغاشية في الركعة الأولى والثانية؟ ورد ذلك في صحيح مسلم، وكلفتة أحب أن أنوه عليها، ورد أيضا الأعلى والجمعة، سورة الجمعة كذلك. تراجع لأن في روايتان في نفس الموطن من حديث نفس الصحابي، أظن نعمان بن بشير يا عبد الرحمن. نعم. رواية بارك الله فيك. وفقك الله والسامعين والسماعات.